السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذه الحلقة من شاشات شرح على شاشات سيمنز السيماتيك اتش ام اي. الآن عندنا هذه الشاشة اللي هي KTB 400 بيسك. طبعا هذا الكي تي بي 400 بيسك المنافذ اللي بيها اللي هو الباور ويو اس بي والايثرنت، اوكي، فبيها بروفي نت هنا وما بيها اي كارت او اي شيء. اوكي، العمل عليها ممكن بالنسبه للبرمجه طبعا لازم الايثرنت، بالنسبه للباك اب ريستور او الفيرموير ابديت تحديث برنامج التشغيل مالتها ممكن تستخدم الايثرنت وممكن تستخدم اليو اس بي. زين هسه الان هاي اشتغلت هي الشاشه، خلينا نطفيها الان، نشغل الباور ونشوف شنو راح يصير. راح تبدي تشتغل هذه الشاشه. طبعا اول ما تشتغل راح تطلع لك هنا مجموعه بيانات، هم ممكن تطلع لك الاي بي ادريس، تطلع لك اشياء تستفاد من عندها اثناء الربط والاتصال والبرمجه والمينتنس كذلك. اوكي، على مود نقدر نعرف الاي بي ادريس، اكو طريقتين لنعرف الاي بي ادريس المخصص لهذه السكرين. اوكي، اما من خلال السكرين نفسها بعد ان تشتغل، او من خلال التيا بورتر اللي هو هذا، واكو برامج اخرى مثلا اللي هو السيماتيك اوتوميشن تول هذه. اوكي، بس عموما احنا نستخدم التيا بورتر للبرمجه ومعرفه الاي بي ادرس كذلك. الان اول ما اشتغلت الشاشه تطلع لي بهذا الشكل. هنا انا عندي المفعلات بها القنوات المفعله بروفينت ويو اس بي، طبعا هذول تقدر تفعلهم وتقدر تلغيهم بالسيتنج. هنا أنا اكو سيتنج، هذه من تطلع لك السيتنج هنا أنا اكو خيارات موجوده. اوكي، تجي على هذه الخيارات وتشوف الاشياء اللي موجوده داخلها. الان على مود تعرف الاي بي ادريس تجي للنتورك انترفيس، هنا أنا كل تفاصيل الاي بي ادريس وهل هو اوتوماتيك ولا ستاتيك، دايناميك ولا ستاتيك، كلها من هنا. مثلا اذا اعين لها اي بي ادريس اشيل هاي الدي اتش سي بي اخليه اوف واحط له اي بي ادريس، الان ماكو اي بي ادريس، هي هاي فاكتوري ديفولت. اوكي، وكل التفاصيل، او اقدر اخليها هنا على الدي اتش سي بي هذه، وهاي طبعا تقدر توسعها من هنا، وارجع للقائمه الرئيسيه. اوكي، واستخدم التيا بورتل. خلينا نشوف التيا بورتل هنا بالنسبة لي التيا بورتل. اوكي، راح استخدم اللي هو هذه الايقونة اللي هو discover the devices on network in the network، انقرها accessible devices، انقر accessible devices، وهنا أنا اختار شنو اللي اريد انا اللي هو بروفينت، لانه هي هذه تشتغل على الايثرنت بروفينت. ثم اختار الكارت اللي عندي اللي هو الايثرنت، طبعا هذا واحد ثاني للواي فاي، انا رابطها الان مباشرة للكمبيوتر، هذه هي. اوكي، واقول له ستارت، راح يكشف لي هنا، كشف لي الشاشه مالتي. اوكي، طبعا على توصل لهذه النتيجه لازم يكون عندك انت معين اي بي ادريس ستاتيك للكمبيوتر مالتك. اوكي، من النتورك، من تروح الى النتورك وتشوف النتورك مالتك. النتورك اللي عندك اللوكال نتورك، اوكي هذا اللوكال نتورك، وتجي للبروبرتيز وتي سي بي اي بي هذه 4 فيرجن 4، وتعين الاي بي ادرس لك هنا
لازم الاي بي ادرس اللي راح تحطه هنا ما يكون متضارب مع اي بي ادرس اخر ان كان بالشاشه او غير مكان. كل جهاز لازم ياخذ اي بي ادرس منفصل، وهذا السب نت ماسك هم كذلك تخليه. لازم يكون سب نت ماسك متماثل نفسه بس الاي بي ادرس مختلف. اقول له اوكي اوكي معينه انا مسبقا. اوكي الان كشف لي اياها هنا، قال لي هذه هي الشاشه اللي وجدتها. طبعا الايزو معناها ماكو اي بي ادرس، هو فقط الماك ادرس موجود. الديفايس نيم ماكو كذلك، ما بعد الديفايس نيم ما موجود. هنا هاي الميزه انه فلاش ال اي دي على مود تعرف انت الشاشه اللي جاي تشتغل عليها او البي ال سي اللي جاي تشتغل عليه. راح انقرها، شوف شلون الشاشه تبدي بلينكينج تلمض على مود تعرف انه هذه المحدده، خاصه اذا عندك اكثر من جهاز مربوط بي ال سي ولا شاشات، تعرف انت على من متوجه، ما تروح تبرمج الشاشه او البي ال سي الخاطئ. اوكي فهاي ميزه هذه الخاصيه. اوكي الان راح اقول له شو اختاريتها، طلع لي اياها هنا ضمن هذه اللسته. اوكي بالتيا بورتو راح انقر عليها هنا اونلاين اند دايجنوستيك، واجي للفانكشن اي بي ادرس وعين الاي بي ادرس اللي اريده. نشيل هذه شويه نحركهن الشاشه. اوكي هنا هسه ما بيها هي اي بي ادرس، راح احط انا الاي بي ادرس مال الكمبيوتر مالتي هو 192 168 اتصور، خلي اتذكر ايش قد كان، ما تذكرت نسيت. 192 168، من هنا 192 168 010. اوكي نغلقها 192 168 0، خلي هذه مثلا 2. والسب ماسك هو نفسه، طبعا قلنا لازم يكون نفسه على مود يكون نفس الشبكه. اوكي هاي 0. الان ورا ما خلصت هذه اقول له اساين اي بي ادرس. اوكي هسه الان خلى لي اي بي ادرس لل لل اتش ام اي. الان ديفايس نيم هم كذلك لازم اخلي ديفايس نيم، الديفايس نيم مهم على مود اقدر اتواصل ويا الشاشه. شوف هنا أنا ما مطلع لك الان تفاصيل هواي، من يكون الاي بي ادرس متماثل ويا الكمبيوتر مالتك والديفايس نيم موجود راح يطلع لك تفاصيل هنا أنا بهذه التري اكثر. خلينا نقول نسميها كي تي بي 400. اوكي واجي من assign device name. اوكي اجي هسه للاكسسبل ديفايس اقول له سيرش. شوف الان شنو طلع لي، طلع لي الديفايس نيم كي تي بي 400 والاي بي ادرس موجود. اوكي الان هسه اقول له همين فلاش، شوف شلون هي نفس الشاشه متاكد من عندها. هو طبعا يقول لك هنا ديفايس واحد او اثنين او ثلاثه ايش قد اللي كشفهم. اوكي هالمره راح اقول له شو، راح اقول له شو. اوكي هسه طلع لي اياها هذه هنا أنا شوف، بس هي هاي تفاصيل لانه ما بيها شيء الشاشه هي، فما راح يطلع لك اكثر، بس البي ال سي يطلع لك اشياء اكثر هنا. اوكي هاي طريقه التعامل ويا الشاشه اذا كانت جديده. طبعا هذه اي شاشه عندك بغض النظر عن الحجم مالتها او نوعها، ما دام تشتغل البروفي نت فهي هاي طريقة الإعداد الأولي إلها، وتعيين الاي بي ادرس وثم تبدي تشتغل عليها.